حضور لافت في حفل لتكريم شهداء جامعة عدن، 95 شهيدا يحتفى بذكراهم الخالدة في قلوب أسرهم وذاكرة التاريخ. شباب أجبروا على حمل السلاح في حرب ظالمة بعد أن كان سلاحهم القلم في ساحة العلم. لفتة طيبة من قيادة جامعة عدن في تكريم أمهات وأسر شهداء الجامعة الذي قدموا أغلى ما يملكوه هي أرواحهم فداء لهذه التربة. جاءت هذه الفعالية لإحياء ملف أسر الشهداء الذي صرحت الحكومة أنه من أولويات مهامها بعد الحرب. شعور بالتذمر والإحباط عند كثير من عائلات الشهداء تجاه تجاهل أو تغييب مسألة الرعاية الرسمية والأهلية للأدوار البطولية والتضحيات اللي قدموها الشهداء في هذه الحرب. استقبلت أمهات الشهداء هذا التكريم بالفخر وبأعين تملأها الدموع على أبناء كان الكثير منهم العائلة الأول الذي تعتمد عليه الأسر، وطلابا جامعيين حالت الحرب دون تخرجهم. أم الشهيد مدحت عفيف طالب كلية الاقتصاد تتذكر كيف ترك ابنها ذو 21 عاما منزله في حي القلوعة. يعين الأسرة يشتغل ويروح يدرس معه سيكل نار هنا في صواره ويروح يشتغل بالسيكل، هو يعني كان مسؤول على الأسرة. ولم يبقى بعده سوى صدى ذكره. لما الشهيد مدحت مواليد 94 شهر 6، ولد بالحرب ومات بالحرب، الحمد لله رب العالمين. الوعود التي قطعت تجاه أسر الشهداء لم تلقى طريقها للتنفيذ. طلبوا ملفات، قدمنا الملفات وقالوا لما نجي مثلا الأشياء المتعلقة بالشهداء سوف نوصلها لكم. ولا تزال أسر الشهداء تشكو من تجاهل الجهات المعنية. وراء هذا الباب أسرة الشهيد مدحت عفيف والتي رأينا معاناتها، وهي مثل الكثير من الأسر التي تنتظر أن يطرق بابها من الجهات المعنية بأسر الشهداء. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.